أمير نور الدين البحر. أمير البحر يا حاج مش لاقينا. ابني اتدمر المركب يا أم الأبطال. معاك الأبطال أمير نور الدين البحر صاحب المركب دي. نعم. إيه المفاجأة الفظيعة دي؟ لا خلاص مش منظر مستنظر يا سلوى قلبي صدى وجنظر يا هو بالمحيط يتحدفي وهتتخطفي يا حلوة وارسمي على كتفي تدو. احنا عاوزين نص مليون جنيه عن كل راس فدية. نص مليون ايه؟ يعني حضرتك مثلا ميمز ده حد يدفع فيه نص مليون؟ دي الحكومة عندنا ممكن تدفع لك 3000 جنيه وتقتله. انتوا هتفضلوا كده من غير اكل ولا شرب لحد ما يدفعوا لنا الفدية اللي احنا طالبينها. طب احنا في الظروف اللي زي دي بنتصرف ازاي؟ اطلاق صواريخ استغاثة يا فندم ودي بتشتغل بالزيت. اوكي فين الزيت؟ حمرت لك بيه البطاطس يا ميرو. احنا معانا على الهاتف وعلى الهواء مباشره قائد السفينه امير وبنساله يا قبطان ايه الاخبار وصف لي اللي عندك بالظبط من فضلك. عايزين حضرتك في برنامجك العظيم دوت تقلب الراي العام وانا قلت لهم بصراحه الراي العام عندنا ما بيتقلبش الا لو عصام الحضر هو اللي اتخطف. اه والله ورخصت يا تفاح امير. نعم.